سيد رئيس المحكمة تفضل. هذا بيصيروا لنا الفترة الثانية، والفترة نزيدوا معاهم ممثل فرنسي وممثل. ماذا بينا من كل المشاركين في الرأي الخاضعة لرخصة التنقل إلى قرار وزاري، وأحال فيما يخص البضائع الحساسة للتهريب إلى نص تنظيمي، وأحال بخصوص المصالحة إلى نص تنظيمي. دوما شمال رئيس محكمة التهريب تعريفا دقيقا فيما يتمثل التهريب هنا، أي القضايا المفروض تعرض الآن على المحاكم الضبطية يتم معاينتها وإلى غيره، يتمثل في مخالفة المادة 226 قانون جمال. المادة 226 قانون جمال. روح المكاتب الجمركية. واضح. هذا ما يسمى، أنا نسميه التهريب في حد ذاته، التهريب في حد ذاته. ثم جاءت فقرات في المادة 224 تقول التهريب هو مخالفة المواد 221 22 23 24 في 3 نوفمبر 1994. وين رانا؟ هذه الأحكام في رأيي ما بقاش تواكب كذلك التطورات، وما بقاش ربما ما بقاش لها مبرر. كيف الجرائم هذه تاع مخالفة المادة 226 ويقدمون إلى القضاء؟ والقضاء يحكم. أنا نقول بكل صراحة القضاء يتحمل شيء يعني من المفروض لا يتحمله، والضبطية لا تتحمل هذه الأخطاء. إذا هذه إشكال أول، أنا قلتها في القضاة في المدرسة وقلتها في التكوين المستمر، أنا هذا قرار وزير المالية، إذا مخالفة القانون في الإطار فقط، ولا بد أن ترجع إلى نص آخر. أمرها نجد في نص آخر وهو وكذلك من حيث وقوانين متعلقة صادرة بهذا الشأن. بالنسبة لأعمال التهريب في القانون الجمالي، فالمادة 224 التي عرفت التهريب بأنه استيراد وتصدير بضائع خارج المكاتب الجمركية، فهذه المكاتب الجمركية تنشأ حصريا بموجب مقرر من صادر عقد القانون الى التهريب مع استعمال حمل سلاح ناري بموجب الماده 13 من القانون، فيعاقب بالحبس من 10 الى 20 سنه وغرامه تساوي 10 مرات قيمه البضاعه. البضائع الخاضعه لرخصه التنقل الخارجيه اذا للتهريب اضرار سلبيه تكاد تكون مباشره كما يخفض كل رغبه في الاستثمار ويعيق التنميه الاقتصاديه. بالنسبه للتهريب كاين اشكاليات على كل القانونيه. الاشكاليه الاولى هي انه كاين ازدواجيه في النصوص، بمعنى انه التهريب معرف في نص وهو قانون الجمارك، والعقوبات وردت في نص اخر وهو الامر 0506. هذا راح يعقد ازدواجية النصوص، يعقد سواء بالنسبة لمعاينة الجريمة أو قمعها أو ومحاربة كذلك التهريب. الإشكال الثاني هو أنه التهريب قانون الجمارك اللي يعرف التهريب ما يعرفوش بصورة دقيقة، وإنما يحيل إلى التنظيم. حيل التنظيم بمعنى إلى قرارات وزارية أو مقررات من المدير العام للجمارك إلى غير ذلك. فهذه الإحالة كذلك تشكل عائق أمام القضاة وأمام طبعا من يطبقون هذا القانون. والإشكالية هو أن هذه النصوص التنظيمية البعض منها تجاوزها الزمن. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.